السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعمل اعاده تدوير لكراتين، اي كراتين عندك. انا عايزه الفكره دي اللي يعملوها البنات المتابعه للقناه عندي. جاني في اخر فتره كومنتات كتيره من بنات 13 سنه، ساره وفاطمه، وطبعا انا مش عايزه انسى حد، بس جاني اكتر من كومنت. انا برضو بحبكم جدا. الفكره دي انا عايزاكم انتوا اللي تعملوها، عايزه البنات تشغل نفسها كده بالاشغال اليدويه وتعمل حاجات لاوضتها تكون شكلها حلو. انا هستخدم هنا كرتونه، ممكن نستخدم كرتونه اي مقاس. هبتدي اقفل كده كل الاجزاء المفتحه في الكرتونه. استخدمت مسدس الشمع، هنخلي بالنا بالنسبه للبنات اللي بتستخدم مسدس الشمع، مش عندنا مسدس الشمع، ممكن نجيب علبه غيره كده ونبدا نلزق بيها الكرتونه. تمام، ممكن نجيب برده، مش شرط يكون غيره او شمع، نستخدم اي لزق من اللي هو السلوتيب الشديد ده شويه ونبدا نثبت بيه. هبتدي اخد المقاس بتاع طول الكرتونه. لو الكرتونه عندي طولها مثلا 16 سنتي، فانا هقسمها هخليها عند 8 سنتي. هبتدي كده احدد العرض بتاع الكرتونه كله، يعني هلف الكرتونه كده بالشكل ده، هسطرها عشان عايزه المقاس لما اقصها تكون طالعه مظبوطه بالظبط. هبتدي كده بالقلم وبالمسطره اخد خطوط على الكرتونه بالعرض كده كلها. تمام، هي الكرتونه دي قديمه كان فيها حاجات، بس انا حابه اعمل الفكره دي للبنات، ان شاء الله تعملوها احسن من كده كمان. وهبتدي طبعا افصل الجزء بتاع اللي انا خدته او المقاس اللي انا خدته. ممكن نستخدم المقص، انا هنا استخدمت معاكم المقص اهو في الاول، وبعد كده هستخدم القطر. تمام، بس البنات ما نمسكش القطر، ناخد بالنا كويس جدا. هبتدي برضو الاجزاء اللي هي المفتحه في الكرتون هثبتها بالشمع كويس جدا، هحط كميه شمع حلوه. عشان بعد ما افصل كده الكرتونه بالشكل ده هبتدي اثبتها بالشمع، هحط كميه شمع كويسه عشان تثبت معايا كويس. هبتدي كده اثبتهم في بعض بالشكل ده، وهجيب جزئين من الكرتون او قطعتين من الكرتون، برضو يكون تقيل شويه، وهياخد مقاسات الجزء اللي مفتوح عندي في الكرتونه ده، بحيث ان انا اكون مغلفه الكرتونه كلها سوى واحد. تمام، هاخد المقاس مظبوط، وبعد كده هثبتها بالشمع برضو. ممكن نزود الاجزاء اللي هي في الجناب بتاعة الكرتونة، برضو هناخد مقاسها ونزودها بالكرتون ونثبتها بالشمع. هتبقى الاوكي او الغير اوكي اللي هو الغير الابيض الشفاف ده احنا بنستخدمه عشان نقوي بيه الكرتون، يعني نستخدم اكتر من طبقة من الكرتون، ودي بتخلي الحاجة متينة معايا، يعني تستحمل لو حطينا عليها حاجات تقيلة. تمام، انت لو هتحطي على الاجزاء ديت حاجات تقيلة استخدمي الغيرة، هيبقى كويس جدا. انا هنا هستخدم ستيكر اللي هو ظهره فيه لزق، المتر منه ب6 جنيه. انا استخدمت حوالي متر متر ونص في الفكرة كلها، يعني ما استخدمتش كمية كبيرة، يعني الموضوع مش مكلف والفكرة بسيطة، بس ان شاء الله هتفرق كتير في اوضتك يا عسل. تمام، هبتدي بقى كده اخد مقاس جزء جزء من الكرتونة وهبتدي اقسمها، وهغلف الكرتونة طبعا كلها من جوه ومن بره. ممكن تستخدمي قماش لو انت مش حابة تستخدمي الستيكر. كمان ممكن فكرة تانية ان احنا ندهنها، يعني هنستخدم الفرشة كده والالوان وندهن الكرتونة، بس فكرة الستيكر حلوة لان الوانها بتبقى مبهجة. طبعا الستيكر فيه منه الوان كتيرة جدا، وفي اشكال كمان حلوة للبنات وللولاد، يعني مش شرط للبنات بس، اللي حابب يعمل برضو نفس الكلام دوت للولاد يعمله. وقماش الجوخ برضو بيبقى حلو جدا في التغليف دوت. ممكن نستخدم الورق بتاع اللوح اللي هو ورق الكانسون، ما فيش مشكلة، يعني برضو انا بديكم كذا فكرة عشان ما توقفيش في حاجة معينة، استخدمي الحاجة اللي تحبيها.
بمجرد ما بنحط كمية شمع ونثبتها في الكرتون، على فكرة بتثبت كويس جدا. اللي مش حابب يستخدم الشمع يستخدم الغيرة، وده حلو قوي 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 زي ما هيظهر قدامكم دلوقتي على الشاشة الترابيزة اللي كنا عاملينها بالغيرة، جميلة جدا كده. بعد ما ثبت الجزء اللي في النص ده، هنستخدم اي شريط تزيين. ده شريط بامبو، ممكن نستخدم اللي هو الدانتيل، سعره برضه رخيص مش غالي، ممكن تسيبيها بنفس حالها مفيش مشكلة. التزيين ده يرجعلك انتي، مش بحكمك بأي حاجة، بس لأن اللون عندي هنا بيج في أحمر في أسود، فحبيت ان انا انطقه شوية بالأبيض، فاستخدمت هنا شريط التزيين اللي موجود عندي. فانتي اعملي الشكل اللي انتي عايزاه، انا بس بحاول احسب معاكي التكلفة، هي مش مكلفة، واستخدمي الحاجات اللي موجودة ومتاحة بالنسبة لك. حابة تشتري دانتيل، في دانتيل بيبدأ سعره من نص جنيه، تقدري تجيبي مثلا 5 متر 6 متر، وهيعمل معاكي تزيين حلو جدا للديكور اللي انتي عاملاه في اوضتك. فهبتدي بقى نثبته كده بالشمع، هزين بيه الكرتونه كلها من على الحرف بالشكل ده. طبعا هنثبتها بالشمع، هكملها بنفس الطريقه كده. طبعا هيفرق كتير في الشكل النهائي، الحاجات البسيطة دي بتفرق جدا. كده شكلها بعد ما عملت التزيين، حتى عملت برضو جزء من البونبون ده في نص الكرتونة. الجزء اللي هو الرف اللي في النص ده، طبعا اللي هي فصلت الجزء بتاع الكرتونة من فوق ومن تحت، ممكن تعملي رف كمان من فوق ويبقى حلو على حسب استخدامك. تمام بالشكل ده، وتقدري تقسميها زي ما انت عايزه. بعد كده انا هعمل هنا وردات بقماش الجوخ. قماش الجوخ دوت موجود، ممكن تستخدمي بداله الورق اللي هو الملون. هبتدي اعمل كده دايره، وهاجي من عند الحرف بتاع الدايره كده، وهمشي مع شكل الدايره نفسه، وهبتدي اقص. طبعا انا مش بوصل للاخر لحد ما اوصل لمركز الدايره نفسه اللي هو نص القماشه نفسها. تمام، تقالي واضح اكتر في الصوره الشكل اللي انا بعمله ايه بالشكل ده. كده وصلت لحد نص الدايره. تمام، طبعا ما كملتش لحد اخرها، وقفت كده، وهاجي عند الطرف وهبتدي احط نقطه شمع. طبعا دي بدايه القص، انا مسكت من عند بدايه قص الشكل، وهبتدي الفها كده على ايدي، وبعد ما الف شويه هحط نقطه صغيره من الشمع عشان ما تفكش مني. دي ابسط طريقه لعمل ورده، بحاول الحاجات دي كلها انا عملتها على القناه على فكره، موجوده باستفاضه وبشكل مختلف باكتر من فكره، فبس بحاول اعيدها معاكم واحنا بنعمل الشغل كده كاجزاء كده للتزيين. ان شاء الله برضو يعني تكون بسيطه بالنسبه لكم. هبتدي كده وانا بلف احط نقطه شمع بسيطه عشان الورده ما تفكش معايا، هكمل لحد ما اوصل للاخر، وهبتدي طبعا هيبقى شكل الوردة واضح معايا اكتر. ما خدتش ثواني، ممكن وانتي قاعدة تعملي اشكال والوان كتيرة جدا من الورد بمنتهى البساطة، بس شكلها جميل جدا وبسيطة جدا. تمام، ممكن نحط خرزة في النص فيها مفيش مشكلة. برضو ده قماش جوخ لونه اخضر، البديل بتاع قماش الجوخ ممكن تستخدمي الورق بتاع اللوح العادي. خلاص، وهبتدي اعمل كده زي ورقتين شجر، وهثبتهم على الحرف بتاع الاجزاء بتاعه الكرتونه نفسها، الاربع اطراف هعمل فيها نفس الفكره بنفس الشكل كده. تمام، هي بس يدوب فرعين، كانهم فرعين شجره والورده في النص. طبعا نحاول ننسق الالوان عشان تبقى مظبوطه مع الشكل اللي احنا عاملينه. كل لمسه بتعمليها بتدي شكل مختلف او بتفرق جدا في العمل اللي انت بتعمليه. كده بعد ما خلصتها، طبعا تقدري توظفيها وتستخدميها الاستخدام اللي تحبيه، ممكن تحطيها في اوضتك. طبعا انا زي ما قلت لكم احنا عامله الفكره دي النهارده للبنات الصغيرين، بس برضو لستات البيوت اللي حابه تعمل زي ركن كده في المطبخ عندها تحط فيه برطمانات، هينفع جدا
بس بدل ما هنستخدم الشمع ونستخدم كرتون بسيط، لا هنستخدم طبقات اكتر من الكرتون فوق بعض، وهنثبتها بالغير عشان ينشف معانا. الصورة بتاعت الركنة اللي احنا عاملينها او اللي شفناها في الفيديو دي انا كنت عاملاها بالغيرة فكانت تقيلة معايا. انا عملتها هنا البنوتي هتحط فيها العرايس الصغيرة والمنوكير واللبس بتاعهم، ويعني شوية لعب كده هي حابة تحطها فيها، فانتي تقدري تحطي فيها كتب اي اكسسوارات عندك وقسميها زي ما تحبي وزينيها بالشكل اللي انت عايزاه. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم. سلام عليكم.